قبل لا أدخل الحلقة بلحظات صار خبر غريب من نوعه. راح أقرأ لكم الخبر، وأنتوا أكيد هسه أغلبكم اللي قاعد يتفرج شاف الخبر لأنه انتشر بسرعة البرق. الخبر هو مضحك مبكي ما أعرف شو تسموه. يقول فأر يتسبب باندلاع، نزاع عنيف في محافظة النجف، استخدم فيه الرصاص الحي والسكاكين مخلفا 10 مصابين بينهم 4 بحالة حرجة. مثل ما تشوفون الخبر انتشر وهذول المصابين 10 يعني صايرة عركة من ورا فار، واحد كاتل فار مال مدر منه وصايرة عركة والدنيا مقلوبة على موت فار. طبعا هاي قبل لناخذ مواضيعنا قررت انه اعرض لكم هذا الخبر. شهر الخير والطاعة، شهر رمضان الكريم، احنا المشاكل مستمرة.